حوالي 1200 مشروع مبتكر من بين 2000 طالب ينهي دراسته في طور الماستر، وهذا يكون أكثر من 50% من نسبة الطلبة المتخرجين، أكثر من 90 براءة اختراع، وهذا يدل على أن الطلبة توجهوا بالفعل إلى المقاولتية. الهدف الزيارة هو الوقوف على عدد من المرافق التي تم اليوم طرحها وتخص مرافقة المشاريع المبتكرة والشركات الناشئة. جامعة بلعباسية الجامعة الوحيدة في الجزائر اللي راهي مصنفة في ترتيب شنغهاي، وهذا يدل على أهمية الجامعة وكثافة الإنتاج العلمي في هذه الجامعة.